السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من جديد في قناة أكرم للمعلوميات. فيديو حصري ولأول مرة على قناة اليوتيوب طريقة حل مشكل عدم وصول الميل كود رغم الطلب 4 مرات. الفيديو حصري لسنة 2024. إذا لاحظنا ودخلنا واحد القناة كان عندها مشكل في الخطوة الثانية بعد ما توصل صاحب القناة بالميل الكود 4 مرات ورغم عمل الطلب ما وصلوش هذاك الميل الكود. إذا شنو خصنا نعملو أول خطوة اللي تحاولوا وتعملوها والطريقة حصرية وفقط على قناة أكرم للمعلوميات، وشرحت لكم مرارا وتكرارا السنة دي 2023 والسنة دي 2022 كيفاش كنعملو، ولكن سنة 2024 طريقة مباشرة وحصرية وبالدليل. إذا لاحظوا معايا، إذا أول خطوة اللي هتعملوها تحاولوا توجدوا واحد الفاتورة ديال الماء، أوكي، فاتورة ديال الماء ديال 2024 أول حاجة. ثاني شيء تحاول توجد البطاقة ديالك. رابع شيء، ثالث شيء، هذيك المعلومات اللي عندك في الفاتورة ديال الماء، يعني العنوان هو نفس العنوان اللي خصو يكون عندك في الحساب الادسنس. كيفاش؟ العنوان ديال فاتورة الماء خصك ضروري تدخل الادسنس ديالك وتكتب هذاك العنوان. كيفاش نعمله؟ نجيو معلومات الدفع، نمشيو لمكان ديال إدارة الإعدادات، لاحظوا معايا، ثم بعد ذلك كنمشيو لمكان، لاحظوا معايا، كنمشيو لمكان ديال الاسم أو العنوان، لاحظوا معايا العنوان، كتبرك عليه، كتجي في هذا المكان كتكتب سطر العنوان اللي عندك في الفاتورة ديال الماء، أول حاجة كتكتبها هنا، ثم كتكتب الرمز البريدي، ثم المدينة، ثم بعد ذلك كتلقى في هذا المكان، لاحظوا معايا، كتلقى في هذا المكان مثلا، في هذا المكان كتلقى حفظ وكتعمل حفظ، آنذاك كتخرج من الحساب ديال جوجل أدسنس نهائيا بعد ما كتعمل حفظ. إذا الطريقة الثانية اللي غنعملوها بعد ما عملنا المعلومات ديالنا، ندخل انا لحساب الادسنس بعد ما عملنا المعلومات ديالنا باش نعطيكم الاخوان والاخوات اللي عندكم مشكل يعني في عدم وصول البيل كود، كتدخلوا الحساب ديال جوجل ادسنس ونعطيكم بالدليل. بعد ما كتكتبوا يعني الفاتورة ديال الماء في حساب جوجل ادسنس، كتمشيو للقناة ديالكم على يعني القناة ديالكم على اليوتيوب، ومباشرة كتحاولوا ترجعوا المعلومات ديال اليوتيوب ديالكم، استوديو اليوتيوب باللغة العربية، باش يمكن لكم تواصلوا مع فريق الدردشة. إذا لاحظوا معايا، الحمد لله بالنسبة لهذا صاحب القناة تم حل المشكل في الخطوة الثانية مباشرة بعدما قمنا بالذهاب إلى الدردشة مع فريق الدعم ديال اليوتيوب. إذا جينا مهم، إذا جينا لفريق الدردشة، نحاول نرجع يعني لآخر رسالة، لديك أخبار سارة، قام الفريق الداخلي بالتحقق من طلبك وتم إعفاؤك من التحقق بالرقم التعريفي الشخصي. حساب الأدسنس الآن يعمل بشكل طبيعي. إذا بعد ما دخلت أنا الحساب الأدسنس ديالي وعملت إعادة تدوير الصفحة، مباشرة ما بقاش عاطيني ندخل هذاك الرقم ديال الحساب ديال جوجل ادسنس، يعني قام الفريق الداخلي بالتفعيل مباشرة دون الحاجة إلى البين الكود. ثم بعد ذلك ربما قلت له حساب اصل الآن يعمل بشكل طبيعي ومفعل، ربما يوتيوب ستوديو، إذا هو يوتيوب ستوديو، إذا باقي المشكل هنا، لاحظوا معي، ربما يوتيوب ستوديو يحتاج بعض الوقت للتحديث، ولكن لا تقلق، يعني تقريبا تقدر دوز 6 ساعات 7 ساعات غالبا 24 ساعة، وغنرجع معكم وغنديروا إعادة تدوير الصفحة. إذا 3 جون في 2024 الساعة الآن يعني 4 مساء. ثم قلت له نعم، فريق الداخلي هو من يفعل لي تحقيق الربح، عندما يتم تحديث نظام المسجلات سيتم تفعيل الربح في قناتك مباشرة. يعني بعد هذه الرسالة، لاحظوا معي، يعني خص ضروري تكون عندك نفس المعلومات اللي في الادسنس، يعني العنوان هو نفس المعلومات اللي في فاتورة الماء، ثم البطاقة ديالك. يقول لي يعني واحد، أي واحد فيكم، ليس المعلومات اللي في البطاقة هي نفس، ليست المعلومات اللي في فاتورة الماء، شيء مشكل، يعني حاول تصيفط لهم البطاقة ديالك، ترسل لهم البطاقة ثم الفاتورة الماء ثم نفس المعلومات اللي كاين في ادسنس كيف ما عملت انا مع الفريق الدردشة. لقد تحققت من الامر وتحتاج الى تصعيد المشكلة للفريق الداخلي، يعني مباشرة قام يعني بالتصعيد المشكلة للفريق الداخلي، هو اللي كي يعني المختص يعني في حل المشكل. ثم قال لي فريق الدردشة، هل تفضل الانتظار ام التواصل عبر البريد؟
هنا حاولوا انتظار، يعني احسن من البريد الالكتروني. المهم بعد ما انا تقريبا استغرقت يعني الحديث مع هذا الفريق الدردشه تقريبا لمده ديال نصف ساعه، الحمد لله لاحظوا معي، يعني قمت بارسال يعني جميع المعلومات، صور ديال البطاقه، صور البطاقه الخلفيه، صور البطاقه يعني الملامح ديال صاحب القناه، والحمد لله تم حل المشكل. المهم احنا ننتظروا ونحاول نعمل في هذا المكان اعاده تدوير الصفحه، يعني نحاول نعمل مباشره معكم اعاده تدوير الصفحه ونشوفوا الحل واش يعني تحل. اذا باقي يعني الفريق المختص يعني في يعني يفعلنا الخطوه الثانيه هنا في الحساب ديال جوجل ادسنس، وباش نعطيكم بالدليل وحصري على فقط قناه اكرم للمعلومات. غنمشيو هذاك الادسنس هما اللي فعلوا لنا، لاحظوا معايا غنمشي لمكان ديال الدفعات، غنبارك لمكان معلومات الدفع، ثم غنمشي لمكان ديال يوتيوب المغرب، وغنشوفوا شنو هو المعرف الناشر اللي مربوط بالقناه ديالي اللي كان فيها المشكل واللي فعلوا لي يعني البين الكود مباشره بالادسنس. اذا غنمشي المعرف الناشر هو ديال صاحب القناه، هو 57 كيسالي ب 60 57. اذا الان احنا نحاول نحبسوا الفيديو وان شاء الله يعني هنقوم تقريبا واحد ساعة ولا جوج سوايع ولا 24 ساعة، غالبا 24 ساعة، وعلقوا بأن الخطوة الثانية تم التفعيل ديالها، وعمشوا المكان ديال تحقيق الربح، عمشوا المكان ديال تحقيق الربح، وعلقوا نفس المعرف الناشر، هو نفس المعرف الناشر ديال الحساب ديال جوجل ادسنس، هو نفس ايضا المعرف الناشر ديال القناة. اذا كيف ما قلنا لكم، اول حاجة كتجيو للدردشة، ثاني شيء كتحاول توجد فاتوره ديال الماء، حاول توجدك فاتوره ديال الماء ديال كيف ما كان يعني شي واحد من افراد الاسره ديالك اللي ساكن يعني في شي دار، باش كيتاكدوا نفس المعلومات اللي في الفاتوره نفس المعلومات اللي في حساب جوجل ادسنس، وكيعملوا تطابق ما بين يعني المعلومات، وانا ذاك يتم حل المشكل. اذا الاخوان احنا نحبسوا الفيديو، وان شاء الله تقريبا واحد 6 ساعات ولا 8 ساعات ولا 24 ساعه، وان شاء الله يتم حل المشكل. اذا بعد ما دخلنا القناه في المكان ديال تحقيق الربح، كيف ما قلنا لكم في بدايه الفيديو، الفريق المختص هو اللي فعل الخطوه الثانيه، وايضا هو اللي فعل البين الكود مباشره، ورقم التعريف يعني ديال الحساب الادسنس ديال القناه هو كيف ما قلنا لكم في بدايه الفيديو 60 57. اذا مشينا حساب ديال ادسنس اللي هو ايضا مرتبط، كيف ما كتشاهدوا هو كيسالي ب 60 57، كيف ما شرحنا لكم في الفيديو ضروري انتم تعملوا الطريقه، وان شاء الله يتم حل المشكل عدم وصول البين الكود وخا عملتوا طلب 4 مرات. اي واحد عنده المشكل عدم وصول البين الكود، يمكن لكم تواصلوا معنا، القوا رقم الهاتف وايضا تخليونا تعليق، وان شاء الله يتم حل المشكل عدم وصول البين الكود رغم الطلب 4 مرات. والحمد لله اليوم شهر 3 يناير 2024، واي واحد عنده المشكل في القناه ديالو او في الفيسبوك، طبيعه الحال قناه اكرم للمعلومات فيها جميع الشروحات والحصريه، وان شاء الله هيكونوا فيديوهات لموسم سنه 2024. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.